فضلك. ليس من السهل أن يترك الرئيس الألماني كل شيء من أجل أن يذهب لزيارة مستشفى جديد ويصطحب معه وزيرة الصحة، وليس من السهل أن يتحول هذا المستشفى إلى أهم معلم ومزار سياحي لمدينة إيزارليون، وأن يلبى عمدة المدينة كل طلبات العاملين به. لكن ستكتشف أن كل هذا سهل لو وراءه الجراح المصري العالمي الدكتور هشام عاشور. الفرعون الذي حول جراحات سرطان الرحم إلى عملية عادية ونجح في التعامل مع أصعب أورام الثدي في العالم. تخرج الدكتور هشام عاشور في كلية الطب جامعة عين شمس، ثم استقال وسافر إلى ألمانيا وليس في جيبه سوى 4000 جنيه. وبعد أن اكتشفوا موهبته التي هي بلا حدود، تم تشكيل لجنة خاصة واستثنائية من نقابة الأطباء لمنحه التخصص، ومنحوه التخصص بامتياز. هناك أصبح أصغر رئيس قسم في تاريخ مستشفيات ألمانيا، ثم مديراً لأكبر مستشفى نساء وولادة في العالم، وهو المستشفى الذي تخصص في الولادات الصعبة والمتعثرة والتعامل مع مرضى الأورام الخبيثة. وأصبح رئيس مركز الثدي في ولاية إيزارليون. ورغم كل هذا، رفض أن يتنازل عن جنسيته المصرية بعدما أرسلت له وزارة الداخلية الألمانية خطاباً تطلب منه فيه أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية ويتنازل عن جنسيته المصرية، فهو دائما لا ينسى أصله المصري العربي. لذا لا تتعجب حينما تعرف أن إحدى رسائل الدكتوراه التي حصل عليها في جامعة بون كانت حول كتاب قانون الطب لابن سينا وحول تأثير الطب في العصر الذهبي العربي على أوروبا الآن.